قناتكم من جديد من هنا من عاصمة الميادين. أجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع انطلاقة سابع أشواطنا في هذا اليوم وانطلاقة شوط الزمون المحليات الثاني. 8 كيلومترات انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات مع هذه الأجواء الرياضية الجميلة، أجواء نحسد عليها في هذا اليوم، بارك الله فيها باليمن والمسرات والخيرات والبركات. انطلق بانطلاقة شوط الزمول المحليات وهنالك 8 كيلومترات بانتظار الأسماء المشاركة، الشعارات المتواجدة والمتناثرة التي تزين أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة في أبوظبي. أتابع أول الأسماء المنطلقة وأول الشعارات المندفعة، هنالك شاهين على أول المراكز، سيف بن معضد بن سيف المشغوني متصدرا ومتمسكا بزمام الأمور. المركز الثاني مياس، سيف بن مطر بن محمد النيادي منطلقا على المركز الثاني مقدما لنا مياس في شوط الزمول المحليات الأصايل. والمركز الثالث أتابع هملول على المركز الثالث، راشد بن بخيت بن راشد المزروعي مقدما لنا هملول في شوط الزمول على المركز الثالث. ورابعا أتابع انطلاقة واندفاعة مهيض على المركز الرابع هنا، وانطلاقة شعار مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري هنا مع رابع المراكز، ينطلق ويقدم لنا مهيض خامسا في هذه اللحظات. أتابع هملول، انطلاقة هملول على المركز الخامس، عيسى بن خادم بو علامة القبيسي يقدم لنا هملول على المركز الخامس. وسادسا أتابع المنطلق والمندفع في هذه اللحظات، شاهين راشد بن خليفة بالمر النيادي أو عفوا هنا لكذيب، علي بن ناصر بن علي الخيالي ينطلق مع الذيب على سادس المراكز ويتواصل في رحلة البحث عن الناموس. سابعا أتابع المنطلق، هناك ولد الزود على المركز السابع، خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي ينطلق ويقدم لنا ولد الزود. وثامنا أتابع في هذه اللحظات وصول مزاج على المركز الثامن، محمد بن عبد الله بن راشد الاكتمي. وتاسعا أتابع مياس على المركز التاسع، أحمد بن سيف بن مسلم المزروعي. عاشرا وحتى أن أتمم هذا النداء أتابع المنطلق في هذه اللحظات، شعار المزروعي مع شاهين، عيد بن محمد بن أحمد المزروعي ينطلق مع شاهين على عاشر المراكز. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل الكرام، لأتحول من جديد إلى صدارة الشوط وإلى مقدمة الأسماء المندفعة على صدارة الشوط. أعود إلى مياس على المقدمة، مياس على الصدارة هنا على المقدمة، وعفوا شاهين على أول المراكز، سيف بن معضد بن سيف المشغوني منطلقا على أول المراكز وعلى صدارة الشوط في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع مياس على المركز الثاني، سيف بن مطر بن محمد النيادي ينطلق على المركز الثاني، ولكن مهيض تسلل مهيض على المركز الثاني في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري وصل ومقدما لنا مهيض على المركز الثاني. وثالثا مياس هنالك ليتابع رابع المراكز، وانطلاقة هملول على المركز الرابع يندفع وينطلق هنا بشعار عيسى بن خادم بو علامة القبيسي على المركز الرابع. والمركز الخامس هملول، راشد بن بخيت بن راشد المزروعي. سادسا أتابع الذيب، علي بن ناصر بن علي الخيالي
ينطلق ويتواصل على سادس المراكز. وسابعا في هذه اللحظات مزاج محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. ثامنا اول لدى مع انطلاقة سمران عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري. يقدم لنا سمران في هذه اللحظات مندفعا ومنطلقا على مستوى ثامن المراكز. تاسع الاسماء وتابع هنالك انطلاقة شاهين بشعار المزروعي عيد بن محمد بن احمد المزروعي. وعاشرا شعار النعيمي مع ولد الزود خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. هذا هو النداء الثاني ايها المتابعون المستمعون الكرام الافاضل. وهنالك انتصفت المسافة في هذا الشوط. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط وصدارة الأسماء. أتابع المقدمة. الاندفاع المميز هنا اندفاع شاهين سيف بن معضد بن سيف المشغوني. ينطلق على أول المراكز، ينطلق على صدارة الشوط. هنا يندفع في هذه اللحظات شاهين سيف بن معضد بن سيف المشغوني، ولكن مهيض على المركز الثاني. ويا هل القعدان جاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه على المركز الثاني بشعار المنصوري. مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري وصل مع مهيض على المركز الثاني. وثالثا وتابع في هذه اللحظات اللي واصل على المركز الثالث مياس سيف بن مطر بن محمد النيادي. وهنا جسر العبور في هذه اللحظات. نتابع الأسماء التي بدأت بعبور جسر العبور. رابعا وتابع الاسم القادم شعار بو على مهل قبيسي واصلا ومنطلقا في هذه اللحظات مع هملول عيسى بن خادم بو على مهل قبيسي. وخامسا وتابع انطلاقة هملول بشعار المزروعي راشد بن بخيت بن راشد المزروعي مندفعا ومنطلقا مع هملول. سادسا شعار الكتبي مع مزاج على المركز السابع محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. وسمران على المركز الثامن من الجانب الاخر بشعار الهاجري. يا سلامي على سمران عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري. تاسعا الذيب علي بن ناصر بن علي الخيالي. وعاشرا وتابع شاهين عيد بن محمد بن أحمد المزروعي. هذا هو النداء الثالث أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام. ليعود من جديد إلى مقدمة الشوط. صدارة الشوط هناك مع انطلاقة شاهين الشعار المشغوني اللي جر الشوط جر تل الشوط تل. يا سلام مع شاهين على أول المراكز، مع شاهين على صدارة الشوط. ينطلق المشغوني وبكل قوة مقدما لنا شاهين مع هذه اللحظات الجميلة مع هذه الأجواء المثيرة ومن كاميرات ياسر الرياضية. ولكن مهيض بدأ ينطلق مهيض على المركز الثاني هنا بشعار المنصوري. الأسماء بدأت تتحرك، الشعارات بدأت تنطلق. هنا مياس على المركز الثالث سيف بن مطر بن محمد النيادي. ورابعا وتابع هملول عيسى بن خادم بو علامه القبيسي. خامسا هملول أيضا وشعار المزروعي راشد بن بخيت بن راشد المزروعي على المركز الخامس. ولكن تسلل مزاج على المركز الخامس محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. بدأ يتسلل إلى الأسماء الأمامية، بدأ يتحرك مزاج في هذه اللحظات. ولكن أعود هنا مع المنعطف الأخير. يا سلام يا سلام، المشغوني ما زال صامدا صمود الجبال السود على المقدمة. المشغوني على المقدمة وعلى صدارة الأسماء مندفعا مع شاهين
مع هذا المستوى الكبير، السلالة الشاهينية الكبيرة، سلالة الرموز العريقة، تندفع هذه السلالة على المركز الأول. سيف بن معرض بن سيف المشغوني على أول المراكز وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني يتابع مهيض، ما زال متمسكا بزمام الأمور على ثاني المراكز. ينطلق بشعار المنصوري مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري، ولكن مزاج مزاج يا مزاج بشعار الكتبي على المركز الثالث، تسلل وانطلق إلى ثاني المراكز. الذيب رابعا وهملول خامسا، أتجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير، الكيل الخطير، ولكن خلوني مع المشغوني. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين مع الأداء الكبير، شاهين مع المستوى المرموق. انطلق انطلاقة الكبار، انطلق انطلاقة الأساطير من هنا من عاصمة الميادين. يا سلامي على شاهين، قام راس وان ما خاب ظني أبينهي الشوط. راس شاهين 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 أشعار المشغوني، ولكن الجماعة واصلين. بدأ يتحرك مزاج، بدأ ينطلق مزاج في هذه الأثناء. وهنالك أيضا انطلاقة الذيب، تحرك الذيب وتحرك مزاج، ولكن المشغوني المشغوني الله، ومزاج مزاج مزاج مزاج. أعدل مزاجك، لا والله إلا رايق مزاجك يا الكتبي على المركز الثاني. مزاج وشاهين، وهنالك الذيب ومهيض مهيض، ولكن مزاج مزاج مزاج. شاهين شاهين ومزاج، مزاج وشاهين، شاهين مزاج مزاج. عاد شاهين ولكن مزاج، الناموس يحتار من يختار. مهيض مهيض، مزاج 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 مع الكتبي. تهانينا والناموس اللي مالك مزاج، محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. المركز الثاني يتابع انطلاقة وصول مهيض على المركز الثاني، مبارك بن محمد بن سعيد المنصوري، وثالثا وصل شاهين. إذن ثالثا وصل الذيب علي بن ناصر بن علي الخيالي، ورابعا وصل شاهين سيف بن معرض بن سيف المشغوني، وخامسا وصل مياس سيف بن مطر بن محمد النيادي. إذن تهانينا والناموس وألف مبروك لمالك مزاج في فوزه وانتصاره في هذا الشوط. محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي من انتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. التوقيت 13 دقيقة 26 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مزاج محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. المركز الثاني وتابع من وصل على المركز الثاني. هنالك مهيض وصل على المركز الثاني، الشعار مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري. والتوقيت كان 13 دقيقة 26 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. وثالثا حل هنالك على المركز الثالث الذيب علي بن ناصر بن علي الخيلي، 13 دقيقة 27 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.